اهلا، السلام عليكم. اهلا، ازيك يا حسين؟ الله يسلمك. حسين اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. لا سيبه سيبه، سرور له سلامه، بيطلعوا له الشنط بتاعهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا حسين؟ الحمد لله. الشنط يا حاج خليهم عندك، غرف الباب وراك. حاضر. اهلا يا حسين. الله يبارك فيك. قول لي بقى يا سيدي، انت كنت فين امبارح؟ وازاي سلامه ما قالكش ان انا اتصلت بيك؟ انا حاج كنت في اسكندريه عند هدى. دي حصل حاجه؟ اصل عم عزت مات. الباقي في حياتك حاج. لا حول ولا قوه الا بالله. بس يا بنتي حرام عليكي، ما تعمليش في روحك كده، كلنا هنموت، الاعمار بيد الله. يا حاجة انا مؤمنه وعارفه كده، انا بعيط لاني بقيت لوحدي. لوحدك ازاي يا هدى؟ انا جاي دلوقتي عشان اخدك تعيش معايا في مصر. نتكلم بالعقل بس يا حاج. عايزه تقولي ايه يا هدى؟ انا خلاص، انا قررت ان انا ابقى محاميه، اشتغل بالشهاده اللي انا تعبت سنين عشان اوصل لها، عشان كده قررت احول جزء من الشقه هنا المكتب. عاوز حاجه ابيع اجيبها لك؟ لا متشكر، انا اصلي هنزل على طول، هدور على شغل. حضرتك بتنس خالص؟ يعني بس الحمد لله مستوره. على فكره انا دفعت مقدم للشقه هنا 6 اشهر، ومن هنا لحد ما يخلصوا هيكون ربنا سهلها، يعني ما تقلقش على شهريتك. بلا مؤاخذه يا سعاده البيه، ناوي تشتغل في ايه؟ عرفت ان اصحاب والد الله يرحمه بقوا اصحاب مصانع وشركات كبيره، هدور على شغل عند حد فيهم. خد دول دلوقتي. شكرا. انا داخل اعمل شاي يا حاج، تحب تشرب معايا؟ يا ريت. على فكره يا حاج انا اسف، كان في واحد جه سال عليك وانا نسيت اقول لك. اسمه ايه؟ اسمه محمود سليمان. معقول يكون هو؟ هو مين يا حاج؟ محمود جميل سليمان. ايه ما تعرفوش؟ محمود جميل سليمان؟ يكونش هو اخو هدى اللي كان عايش في لندن؟ تبقى مصيبه لو هو، انا مش موجود وعنوان هدى مش معاه. أنا آسف يا حاج، أنا ما كنتش أعرف إن محمود سليمان يبقى هو محمود جميل سليمان. آسف على إيه بس يا حسين؟ إذا كنت ما تعرفوش ولا شفته قبل كده.